غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو، سلام ونعمة. ايوه، اهلا وسلام ونعمة. اهلا وسهلا، سلام ونعمة. اهلا وسهلا، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. معاك ابو مريم من امريكا يا استاذ ناصر. لا، ظاهر لي رقم قاد. ايوه، ما انا بكلمك بالبرنامج اسمه سكايب، برنامج مش التليفون، برنامج سكايب، تطبيق على الانترنت. اهلا وسهلا استاذ ناصر، لعلي سعادتك بخير. أنا كثير أشكر الله. دايما إن شاء الله. أستاذ ناصر في جورجيا أسعد، يعني أنا سمعت على حضرتك كلام طيب، يعني اللي أنت حضرتك عن فاتح مجموعة على الواتساب وبتعلم الناس أسفار الكتاب المقدس، وسمعت كمان إن أنت حضرتك يعني الناس بيقولوا أنت أفضل من الكهنة كمان، هل الكلام ده صح؟ مفيش أفضل. نعم يا فندم. أنا واحد شخص عادي. طب أستاذ ناصر، هل حضرتك دارس دراسات لاهوتية أو شيء؟ أنا دارس مع نفسي، بس دخلت لاهوت رسول وسمحت، لكن أنا من 35 سنة بس، لكن أنا مش متخرج. أهلا وسهلا بيك، ليك أي كتب يا أستاذ ناصر؟ لا، ماليش كتب إلا حديث. ممتاز جدا جدا. لو في إمكانية يا أستاذ ناصر، إحنا عاوزين نستفاد من حضرتك، يعني عاوز أستفاد منك وناخد بركة. أنت حضرتك بالنسبة لما بتتكلم يعني بتشرح للناس أسفار الكتاب المقدس، يعني يا ريت بس يكون عندك سعه صدر عشان يستفاد منك، يعني ما هي مراجع ظالمه في المشاكين، يعني عندك سعه صدر. عندما تتكلم عن الكتاب المقدس اي نسخه تعني، هتقول لي ماذا تقصد؟ اقول لحضرتك احنا عندنا كاثوليك 73، عندنا البروتستانت 66، عندنا الكنيسه الارثوذكسيه الاثيوبيه 81، الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75، الترجمه البسيطه او البسيطه 68، القبطية المخطوطات القبطية عندك 4 مخطوطات، عدد الأصفار فيها 75، فماذا تقصد؟ أي واحد فيه، أي عدد؟ 73، 81، 68، 66، 75، 81، أيهم ماذا تقصد؟ أنا بقصد فان دايك 66. بس دي مشكلة، حضرتك أرثوذكسي صح ولا غلطان؟ لا، انا مش بالظبط، انا بروتستانت. ممتاز، بس انا بخدم في كل الاماكن. لا، كلام جميل جدا يا استاذ الكريم. طب حضرتك، طب الوقت احنا عندنا مشكله، ليه؟ ايه المشكله اللي عندنا؟ احنا عندنا اصفار زياده، اولا في نسخه الكاثوليك عندنا اصفار زياده، في نسخه البروتستانت متاسف، نسخه الترجمه البسيطه والبسيطه، عندنا نسخه الارثوذكس الاثيوبيين زياده، نسخه الارثوذكس اليونانيين زياده، المخطوطات القبطيه زياده، اليس هذا تحريف بالزياده اذا كنت تؤمن هم 66 فقط؟ هي مش الفكره، هو من 66، هو اللي من ساعه ما اجتمع المجمع نيقيه استقر على العدد ده، وبعدين كان في اللي سموها الاصفار المزاده او المحذوفه ايا كان، اللي سموها كلمه الابوكريكا. فدي موجودة، ممكن الرجوع إليها. وفي كتب فيها الأسفار المزادة أو المحذوفة أو اسمها أبو كريفة، فدي فيها نسخ مضافة إليها، وفي نسخ مش موجودة فيها. إحنا مش بنلغي وجود ده أو غير عدم وجود ده. الآباء القدامى اجتمعوا تقريبا سنة 325 واستقروا على إنه يبقى 66 سنة. اسمح لي يا استاذ ناصر، ده مش تأليف انا ولا تأليف حد تاني، لكن وبعدين حطوا شويه معايير. طيب، المقتبس الاطفال اللي في العهد القديم مقتبس منها في العهد الجديد، تتماشى مع القرينه. استاذ ناصر، وبعدين مفيش نعم، دقيقه واحده بس بعد اذن حضرتك. اولا بشكرك على ادبك وسعه صدرك، طريقه كلامك جميله، بس لو تسمح لي خلينا نتكلم وبعدين حد يتكلم. اولا في معلومه خاطئه، مؤتمر نيقيا 325 ميلادية ما كانش لقانونية العهد الجديد، مؤتمر نيقيا كان هو العلاقة، كان في مشكلة موضوع أريوس،
فكان الامبراطور قسطنطين دعا جميع الكهنة للحضور الى نيقيا، وتم مجمع نيقيا 325 ميلادية اللي قرروا فيه قانون الايمان. المعلومة دي خطأ، قانونية الانجيل او العهد الجديد ما كانتش 325 ميلادية. النقطة الثانية، حضرتك بتقول انت بروتستانتي وبتقول كتب يعني تانية كتب تالتة، لا شوف حضرتك، طبعا انت تعرف الدكتور العلامة القس منيس عبد الناصر، الدكتور طبعا معروف، ليه كتاب، معروف، ليه كتاب اسمه شبهات وهمية، شعبات وهمية حول الكتاب المقدس. ممتاز، حضرتك لو تفضلت وفتحت اعتقد صفحة 19 هتلاقي كاتب الاتي، قال المعترض هناك كتب مشكوك في صحتها يسموها زي ما تفضل ابوكريفا او الابوكريفا زي ما تقول روح يا حبيبي روح، عايزين ايه؟ نعم وهذا حدث، انا اسف لا ما في مشكله، انا في الكلينيكا في اطفال بيعملوا سلسله فبقول لهم روح. لا فبيقول ايه، هناك كتب مشكوك في صحتها يسمونها احيانا بكتب الابوكريفا او ابوكريفا، وهذا حذفها البروتستانت، وطبعا ذاكر هذه الكتب، قال كلام صراحه ممتاز، وده راجل علامه وحضرتك عارف تمام. الكتاب، بيقول وممكن ترجع للصفحه صفحه 19، فبيقول ايه؟ اولا اليهود وهم اصحاب الشأن رفضوا هذه الكتب في مجمع جيميانا سنه 90 ميلاديه، وبعدين كاتب 9 اسباب تؤكد هذه الكتب كتب غير الهاميه. اول حاجه هقول باختصار، اولا لغتها ليست اللغه العبريه وهي لغه اهل وهي لغه اليهود. اثنين، لم تظهر هذا الكتب إلا بعد انقطاع زمن الأنبياء. ثلاثة، لم يذكر أي كتاب منها أنها وحي، وذكر شيء مهم جدا جدا جدا، والكلام ده موجود في سفر المكابيين الإصحاح 15 العدد إيه؟ أعتقد 36-40. إن كنت قد أحسنت التأليف، إن كنت أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان الحقان الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي، ثم كما ان شرب الخمره وحدها، وده طبعا كلام غير علمي، لان بيقول شرب الخمره وحدها او شرب الماء وحده مضر، اخد بالك، فانما تطيب الخمر ممزوجه بالماء وتعقب لذه وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الاسلوب يطرب مسامع مطلع التاليف، التاليف كتاب مؤلف. ويقول الدكتور العلامه منيس عبد النور، ولو كان المكابيون الثاني وحيا ما قال ان التقصير ربما لحظه. أربعة، في الأسفار الأبوكريفة أخطاء عقائدية، وجاب الأخطاء العقائدية عشان ما أطولش. خمسة، في الأسفار الأبوكريفة أخطاء تاريخية، وجاب الأخطاء التاريخية عشان ما أطولش. ستة، لم يعتبر بني إسرائيل هذه الكتب منزلة، بني إسرائيل اليهود نفسهم ما قالوش الكتب منزلة. سبعة، صار الآباء المسيحيون الأوائل ما عدا قليل منهم على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم لهذه الأسفار، أسفار غير موحى. تمانية، هذه الكتب منفية لوحي، لروح الوحي الإلهي. تسعة، الأب متى المسكين أشار إلى هذه الكتب. إذا الراجل جايب 9 أدلة تؤكد ان هذه الكتب غير اذا كان اصحاب الشأن اليهود رفضوها في مجمع جيميانا 90 ميلادي. فحضرتك ما في حاجه اسمها اسفار قانونيه الثانيه، هذا تسميه لعاملاه الكنيسه الارثوذكسيه، ما فيش، هم 66. اذا اليس هذا تحريف بالزياده يا استاذ ناصر؟ الم يقول تحريف للكتاب بالزياده؟ شوف حضرتك اديك مثال على ذلك، لو نرجع ل رؤيا يوحنا اللاهوتي يقول لان اشهد لكل مسوع اقوال نبوه هذا الكتاب، ان كان احد يزيد على ذلك يزيد عليه الضربات المكتوبه في هذا الكتاب، وان كان احد يحذف من اقوال كتابه هذه النبوه يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه. حضراتكم الان انتوا بتقولوا الكتاب المقدس 66، ممتاز، حذفتوا حضراتكم 7 كتب بيؤمن بها الارثوذكس والكاثوليك، الارثوذكس والكاثوليك اضافوا 7 كتب انتوا لا تؤمنوا بها، اليس هذا تحريف بالزياده والنقصان؟ ايوه. طب انت عايز تقول لي، انا مش فاهمه. انا اقول لحضرتك انت الان عندما نتكلم عن الكتاب المقدس لازم يكون هناك نسخه، يعني اسم علم تتفق على جميع الطوائف، الكلام ده غير موجود يا استاذ الكريم. البروتستانت لا يؤمنون اساسا بان هذه، ولا حتى بيسموها اسفار قانونيه ولا اسفار، جبت لك الرابط،
جبت لك الريفرنس، المرجع، المرجع كتاب شبهات وهميه حول الكتاب المقدس للدكتور العلمي. انا عايز اعرف حاجه، انت جبت تليفون منين؟ نعم يا فندم، جبت تليفون منين؟ هقول لحضرتك منين جبت تليفونك، لان حضرتك راجل معروف وبتدرس الكتاب المقدس، اذا كنا احنا لم نتفق على كتاب مقدس عدد اصفار معينه. النقطه الثانيه يا استاذ ناصر، انت حضرتك هل عندك الاصول؟ انت ما تقول الكتاب، هل الاصل اللي كاتبه متى او لوقا او مرقس او يوحنا موجود؟ هل الاصول دي موجوده؟ ومين عنده الاصل ومين عنده النسخه والرقوق والحاجات دي؟ دي حاجات المتاحف، ممتاز، متحف السنائي، متحف البريطاني. لا لا لا، دي واحده بس، دي واحده في المخطوطه. وانا انا ممكن اسلملك مخطوطه وتقول لي الاصول. لا لا لا، هو لازم يكون عندي اصول، عشان انا بقى برجع من مصر لو قدرت اجيبه يوناني او عبري يبقى حاجه رائعه. لو انا لكن انا يعني اللي انا فهمته من حضرتك الان ان الاصول غير موجوده، صح؟ اللي فهمته من حضرتك ان الاصول غير موجوده، صح؟ اه، ممتاز. حضرتك كمان قلت شيء مهم جدا 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 وانا بشكرك عليه، اتكلمت على شيء بدون الاشاره لاسم، هذا اسمه علم النقد النصي، علم النقد او النقد الكتابي، تكشوال كريتيزيزم. هذا العلم بيقول ايه؟ ان علماء النقد النصي بيحاولوا ياتي بنص اقرب ما يكون الاصل، ومستحيل الوصول الى الاصل لان الاصل غير موجود، تمام، من في المخطوطات. طب السؤال لحضرتك، اذا كان الاصول غير موجوده واللي عندنا نسخ، انا راجل عايش في امريكا، خرجت من مصر من حوالي 30 سنه، ممتاز، او اكتر من 30 سنه. اما خرجت رحت حضرتك على وزاره الهجره، اخذت الدرجه العلميه بتاعتي، اطلعوا على الدرجه العلميه وبعدين عملوا منها كوبي يعني نسخه، والنسخه عملوا عليها ختم ستام، ووقع موظف الهجره وقال النسخه صوره طبق الاصل، اطلعنا على الاصل صوره. طب الان حضرتك الاصل مش موجود، كيف تتاكد النسخه اللي معاك ديت هي اساسا طبق الاصل اذا كان الاصل مش موجود، مفقود؟ انا معاك، بس انت معايا في النقطه دي، صح؟ اذا لا نستطيع ان نقول ان النسخ اللي بين ايدينا طبق الاصل لان الاصل مفقود، تمام. النقطه الثانيه يا استاذ ناصر، انا بشكرك على سعه صدرك، حضرتك زي ما قلت لك في علم، هو علم النقد النصي وعلم خاص بعلم المخطوطات، والعلم ده في نقد اعلى ونقد ادنى. النقد الاعلى بيحاول ياتي اسم المؤلف وتاريخ المكان والمكان، النقد الادنى هو نقد النصوص، تمام. علماء النقد النصي على سبيل المثال، في علماء في امريكا مشهورين جدا، هؤلاء لهم كتاب، الكتاب اسمه ايه حضرتك واسم العلماء؟ اسمه العالم إلدن إيد وجوردن في، الكتاب اسمه Studies in the Theory and Methods of the New Testament Textual Criticism، دراسة في نظرية وطريقة النقد النص العهد الجديد. بيقول لك هناك ثلاث أسباب لعلم النقد النص. ما هي الحاجة لعلم النقد؟ واحد، إن الأصول غير موجودة. حضرتك اثنين، إن النساخ تعمدوا التغيير. وأجيب لك مثال على ذلك، دائرة المعارف الكتابية بتشير إلى إن النص الفصل الحنوية تمت إضافتها لتدعيم لاهوتي. النص غير موجود، دائرة المعارف كده بتقول لك النص تمت إضافته لتدعيم لاهوتي، وهذا اتفاق على جميع علماء النقد الكتابي إن الفصل عنه الذين يشهدون في صوم ثلاثة هذا نص مضاف، تمام؟ بعد كده ليس هناك مخطوطان مثل بعض، ليس هناك مخطوطان مثل بعض. الآن يا أستاذ الكريم، إذا كان الأصل غير موجود، إذا كان ما فيش النساخ تعمدوا التغيير للتصحيح لدعم اللاهوتش، مش مخطوطين مثل بعض، كيف نثق في صحة هذا الكتاب؟ الأصل غير موجود، النساخ متعمدين التغيير والتصحيح، ما فيش نسختين مثل بعض، كيف نثق في صحة هذا الكتاب؟ كيف نقول إن هذا الكتاب من عند الله؟ تفضل. طيب، أنا بسأل حضرتك، إذا كان الأصل غير موجود، اثنين، النساخ متعمدين التغيير، ثلاثة، ما فيش مخطوطين مثل بعض، كيف نثق في صحة هذا الكتاب؟ حضرتك أنت لو دارس علم النقد النصي، العملية مش الفصل الحنوية بس الذين يشهدون في سماء ثلاثة، لا، مثلا على سبيل المثال نهاية إنجيل مرقس،
الإصحاح 29 بالإجماع علماء النقد النص هذا النص مضاف، من 29 مضاف، الكاتب ليس مرقص مضاف، المخطوطات أساسا فيها أربع نهايات، لكن الأشهر اللي هي النهاية القصيرة والنهاية الكبيرة اللي عند حضرتك. المفروض إنجيل مرقص بينتهي في العدد 8. الأب متى المسكين في تفسير الإنجيل مرقص رفض يفسر من 29، قال هذا ليس كلام مرقص. طيب مش كده وبس، قصة المرأة الزانية هذه القصة غير موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها، مش موجودة القصة، ما موجودة، اللي هي موجودة في إنجيل يوحنا. أنا بديك بس بعض الأمثلة، لو عاوز أمثلة تانية أديك أمثلة تانية. طيب كيف نثق في صحة هذا الكتاب؟ المخطوطة السينائية يا أستاذ ناصر، وهي أقدم المخطوطات وأصحها، تعرف عدد أصفار العهد الجديد كان كام فيها؟ مش 27، كان 29. كان في حاجة اسمها رسالة برنابة، مش إنجيل برنابة، رسالة برنابة ورسالة الراعي هرماس، والاثنين كانوا قانونيتين، الاثنين مش كده وبس. الإمبراطور قسطنطين وزع 50 نسخة من المخطوطة السينائية على جميع الكنائس في أنحاء الإمبراطورية اليونانية، وكانت هي الكتاب المقدس، والعهد الجديد فيها كان كام؟ 29 سفر، مش 27 سفر. تعرف حضرتك من أقدم المخطوطات وصحها المخطوطة الإسكندرانية، لو أنا فاكر صح، فيها أربع كتب زيادة في العهد الجديد، وهي رسائل إكليمندس الإسكندراني، أعتقد أربعة. ايه راي حضرتك؟ ايه رايك؟ طيب هرد على حضرتك. اتفضل. واضح انك مشكك، واضح انك مش مسيح. لا العمليه مش مشكله يا استاذ ناصف، العمليه مش مشكك، قول لي المعلومات بقى. اسمعني بس مش انا اديتك مساحه اسمعك. اتفضل. خليك تسمعني. اتفضل. وتقريبا حضرتك اللي اسمك ايه اللي انت حاولت تكلمني على الفيس غالبا. لا انا ما كلمتكش على الفيس، البيضة والله ما كلمتك على الفيس، صدقني ما مش انا. اتفضل. ماشي. اتفضل. طيب كل القصص دي انا اعتبر كلامك صح 100%، مش هشكك فيه. لا ما تقوليش كلامي صح، جي اثبت عكس ذلك علميا. انا ما قطعتكش بقى. اتفضل. يعني عندك الحديث سيب لك خلطك للاخر ورد عليا. اوكي انا عملت كده بقى. اتفضل. جبتك لغايه ما خلصت للاخر. اتفضل. وهرد عليك. اتفضل. تمام. اتفضل. خليني ناخد نمره واحد. اتفضل. اول حاجه انا اعتبر كلامك صح 100%، مش هقول غلط كله، بس هل هذا يشكك لحظة في ان شوية حقائق عد ورايا؟ واحد، هل ده يشكك ان الله موجود؟ لا طبعا الله موجود. نمرة اثنين، هل ده يشكك في الوهية وان طبيعة الله هي ثالوث بحسب ما اعلن في اول آية من سفر التكوين في البدء خلق إلهيم بالجامع من وليس مفرد عن الله المثلث القديم؟ لا. هل هذا رقم ثلاثة، هل هذا يشكك في ألوهية وشخص المسيح لما جاء على أرضنا؟ لا طبعا ده ما يشككش في ده. رابع حاجة، هل هذا يشكك في عمل الصليب؟ لا. ودول الحاجات الأساسية اللي أنا بقى منديهم. التفاصيل الديتيلز الصغيرة دي أنا ما تهمنيش في كتير، يعني الزانية في يوحنا 8 ما جاتش أصلا واتحطت زيادة، إنجيل يوحنا انتهى في أصحاح 20 وأصحاح 21 زيادة بعد مش عارف. تمام، أنا قريت حاجات في معالجة النص ده وأصل النص وإلى آخره، ما تفرقش عندي. كنت بتضايق في الأول إن حد يقول لي بمعالجة النص وقانونية النص والنسخ الأصلية، ولا تفرق عندي، ولا تفرق إيه عندي، ده لا يغير من الحقيقه شيء. حاجه انا بفكري ان انا اناقش وابحث وادور واستنتج واستنبط واشكك في ده واعمل في ده واشوف اين فين الحقيقه، ده حقي ان انا اعمل كده، اشكك في كل شيء حتى في وجود الله وصحه الكتاب الى اخره.
ده عقلي ودي ارادتي وانا اعمل كده، بس ده لا يغير من الحقائق الاربعه او الخمسه اللي بتقوم لك. الكتاب المقدس وما اعلن عن طبيعه الله والوهيه المسيح وعمل الصليب والايمان به. انا خلصت في كلام موجز جدا. طيب استاذ ناصف انا بشكرك على سعه صدرك وادبك، انت راجل محترم جدا وانا سعيد اللي بتكلم معك. وأنا شكرا كتر خير. وانا سمعتك، يا ريت تسمعني بقى. اولا حضرتك شوف ثواني بس، اول انت بتتكلم في موضوع ما له علاقه بالكتاب المقدس كلام الله ولا لا. انت بتقول هل الكتاب المقدس محرف او فيه زياده ونقصان، هل يعني ذلك عدم وجود الله؟ ما له دخل بالموضوع، الله موجود. كل يعني مش انت الواحد اللي بتؤمن بوجود الله، عندك اليهود بيؤمنوا بوجود الله، عندك المسلمين بيؤمنوا بوجود الله، حتى الملحدين، مش الملحدين متأسف، الديانات الاخرى بيؤمنوا بوجود الله، ما له دخل. حضرتك النقطه الثانيه بتتكلم الوهيه الثالوث. استاذ الكريم الفاضل المحترم، اولا التثليث مش موجود في الكتاب المقدس، في هناك نصين فقط اشاره الى الثالوث. النص الاول انا اتكلمت عليه وهو اللي هو هو رسالة أولى يوحنا 5-7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. هذا النص يا أستاذ الكريم الفاضل، على فكرة النص ده مش موجود. أحسن، ممتاز. من الآخر اثنين بقى، يبقى ما عشان ما نضيعش. اثنين، النص الثاني اللي قريب من هذا اللي هو إنجيل متى الإصحاح رقم مش ملاحظ إنك بتجيب لي النص اللي هو أصلا موجود وشايف مئات النصوص اللي موجوده. انا مش عارف انت بتبص بعين واحده في اتجاه ناحيه النص الكتابي. طيب. ليه 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 طيب. ليه بتبص بعين واحده؟ طيب. ما تبص بعينك الاثنين. طيب ماشي، على فكره يعني كده هويتك بان. طيب ممتاز حضرتك الان، انا ما فيش مشكله. انا معاك. حضرتك بتقول انت قلت كلام خطير وانا ما كملتش. انت حضرتك اقريت واعترفت اكتر من اعتراف ان هناك نصوص في الكتاب المقدس اساسا مش موجوده مضافه. استاذ الكريم حرف زياده هو كتاب محرف يا استاذ، مش كلام الله. يا انا باخد من الاصل اليوناني او العبري واتاجه. ايوه مش موجود النص، مش موجود. الرساله الاولى يوحنا 5-7 مش موجود في اي مخطوطه يونانيه قبل القرن ال 16، نزلت تقريبا في نهاية القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر. أول مرة النص يدخل أول مرة كان أراموس سنة 1525 ميلادية. 15 قرن النص مش موجود. تقول إيه؟ النص مضاف. أنت نص واحد مضاف، إذا الكتاب مش كلام الله. أنا ما محتاج، الموضوع انتهى. أنت نص واحد زيادة، إذا الكتاب غير كلام الله. النص الثاني حضرتك اللي انتوا بتقوله قريب للتثليث اللي هو انجيل متى الاصحاح 28 العدد 19، فذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ما فيش نص ثاني غير ده. النص ده اولا في مشكله. المشكله الاولى ان يسوع ما امر التلاميذ يعمدوا، يسوع ما امر التلاميذ يذهبوا للامم. مين يقول كده؟ يسوع نفسه. انجيل متى الإصحاح 10 العدد 5-6، هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خربة إسرائيل الضالة. الكتاب المقدس إنجيل يوحنا 1-11 إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. الكتاب المقدس يقول انجيل متى اعتقد 1:21 سمي يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. انجيل متى الاصحاح رقم 15 عايز تقول ايه بس؟ انا عارف الايات دي. طيب تقول ايه بس؟ اذا حضرتك ما فيش تثليث. فين التثليث؟ اديني نص بيقول تثليث في الكتاب المقدس. ما فيش نص، اديني النص. اين قال يسوع؟ فين النص؟ اتفضل. اسماء الله في العهد القديم إيلوهيم، وده جامع مش مفرد. ممتاز. لا 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 انتظر المسيح شاهد على التجلي. يا استاذ الكريم انتظر. خطوه خطوه. الاب والابن والروح القدس. يا استاذ الكريم خطوه خطوه. اولا حضرتك اللغه العبريه مثل اللغه العربيه، هناك جمع اسمه جمع تعظيم اشار الى هذا الكلام. الاب بيمثل مسكين. ايوه. لا 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 يا استاذ، يا استاذ انت ما تعرفش يا استاذ. انا دي مشكلتك مش مشكلتي انا. انت ما تعرف مشكلتك مش مشكلتي انا.
طب اتفضل حضرتك قول لي الشيمة، قول لي الشيمة بالعبري، قول لي الشيمة بالعبري اتفضل. تعرف اساسا شيمة يعني ايه؟ طالما انت بتعرف عبري يعني ايه اتفضل قول لي الشيمة، اتفضل قول. لا ما اعرفش عبري، انا ما كنتش اعرف عبري. امال حضرتك بتقول ما فيش ازاي؟ اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، شيمة اسرائيل ادوناي اولهيم ادوناي اخد. انت بتقول ايه؟ ما انتش عارف، ما انتش عارف لغة وتفتي فيها. العبري جمع تعظيم، ما فيش حاجة اسمها جمع عدد، ولو قلنا جمع عدد تبقى مصيبة. عارف لو قلنا، حتى لو قلنا على سبيل المجادلة جمع عدد مصيبة. عارف ليه؟ يعني انت بتعبد ثلاثة، لان انت بتأكد عدد. تمام. النقطة اللي بعد كده حضرتك تفضلت وقلت ايه؟ بتقول ان يسوع هو الله. اتفضل حضرتك. انا لو سألتك يا استاذ الفاضل ناصر، هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب؟ استاذ ناصر، استاذ ناصر، استاذ ناصر، استاذ ناصر جورج اسعد، استاذ ناصر، هل يسوع هو الاب؟ يا استاذ ناصر، هل يسوع هو الاب؟ يا استاذ ناصر، يا وانا عامل فيه مالي؟ اكسكيوز مي؟ يا استاذ ناصر، يا استاذ ناصر، Are you crying right now? Do not be sad. Do not be sad. Don't cry please. Do not cry please. Do not be sad. يا استاذ ناصر، هل يسوع هو الاب؟ طب اسمعني اذا كنت مش عارف تتكلم. استاذ ناصر، يسوع ليس الاب. الذي يقول يسوع هو الاب ده ارتقى، اسمها ارتقى سابيليوس. الذي يعتقد ان الاب هو الابن والروح القدس. الذي يؤمن يسوع هو الاب ارتقى مؤلم الاب. يسوع ليس هو الاب، ممتاز. السؤال لحضرتك يا استاذ ناصر جورج اسعد، هل اعلن المسيح من هو الله؟ ايوه. طيب عندك الاجابه اربع اجابات، اختار الاجابه الصحيحه زي الامتحانات الامريكيه. اختار الاجابه الصحيحه. واحد، اعلن وقال ان الاب هو الله وحده. اثنين، اعلن وقال ان الابن هو الله وحده. ثلاثه، اعلن وقال ان الروح القدس هو الله وحده. اربعه، اعلن وقال ان الثالث هو الله. جاوبني، جاوبني يا استاذ ناصف، جاوبني. هل اعلن يسوع من هو الاله؟ اختار الاجابه الصح، اربع اجابات. واحد، الإجابة الأولى أعلن وقال إن الأب الله وحده. الإجابة الثانية أعلن وقال إن الإبن هو الله وحده. الإجابة الثالثة أعلن وقال إن الروح القدس هو الله وحده. الإجابة الرابعة أعلن وقال إن الثالث هو الله. أي إجابة؟ الإجابة الصح. العدد واحد. العدد واحد. إنجيل يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوه أنك أنت الإله الحق وحده. ما هو الإله الحق وحده؟ الأب. يا مدام رجاء، يا مدام سيبي الاستاذ ناصف، يا مدام، يا مدام بليز، بور فابور، سيلف بلاي، بليز ليت هيم جو بليز. يا استاذ ناصف، يا استاذ ناصف، اعلن يسوع وقال ان الاب هو الله وحده. يا استاذ ناصف، يا استاذ، يا يا استاذ، يا استاذ، ايوه معاك يا استاذ. انا بقول لحضرتك، هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب؟ يا استاذ ناصر، هل يسوع هو الاب؟ ايه، هل يسوع هو الاب؟ لا طبعا. احسنت، لان تكذيب، لان قلنا يسوع هو الاب اذا ده هرتقد سابيليوس الذي يعتقد ان الاب الابن الروح القدس واحد. لا، هرتقد مؤلم الاب، اذا الاب اللي مات على الصليب. ممتاز. الاجابه لحضرتك بقى، السؤال بقى، هل اعلن يسوع من هو الاله؟ عندنا يا استاذ ناصر اربع اجابات، اختار الاجابه الصحيحه. اعلن وقال ان الاب هو الله وحده. اعلن وقال ان الابن هو الله وحده. اعلن وقال ان الروح القدس هو الله وحده. اعلن وقال ان الثالث هو الله. اي الاجابه الصحيحه؟ هل الاب هو الله وحده؟ كل الاجابات صحيحه. لا غلطان. انجيل يوحنا، لا مش غلطان، واجيب لك ايات من الكتاب يا استاذ الكريم. النص واضح كريستال كريم. انجيل يوحنا 17:3، وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك الاب انت الاله الحق وحدك. انتهى. سيفيني فينيتو. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك الآب أنت الإله الحقيقي وحدك. خلاص الموضوع انتهى. كيف نؤله الإبن مع الآب إذا كان الإبن ليس هو الآب؟ ها؟ كيف نؤله الإبن مع الآب إذا كان الإبن ليس هو الآب؟ الذي يقول الإبن والآب هرتقى، هرتقى تجديد، كيف نؤله؟ رد يا أستاذ ناصر. اتفضل.
انا بسأل حضرتك، يسوع بيقول في انجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك الاب انت الاله الحقيقي وحدك. اذا كان الاب ليس والابن، والذي يقول الاب والابن دي هرتقط، فكيف لو الحياة الابدية بتكتمها ليه؟ نعم يا فندم، بتكتم الاية ليه؟ لا، ما بقى اولا ما عندك ايات، اللي عندك في الكتاب المقدس فقرات واعداد. ما في واحد مسيح على وجه الارض يقول على نصوص الانجيل ايات الا المسيحيين العرب. لماذا؟ بسبب التأثير الاسلامي نصوص الكتاب المقدس. ما قال ايه خد باقي النص عشان يتفهم. ممتاز. النص بيقول ايه يا استاذ الكريم؟ النص بيقول ايه؟ هذه الحياة الابدية ان يعرفك انت لا الحقيقة ويسوع المسيح الذي ارسلته، يعني لا اله الا الله الاب ويسوع رسول الاب. اتفضل حضرتك، فين بقى بعد وحدك هنقول يسوع معاه. انت عارف انت فكرتني بايه؟ في ترجمه في مصر في بورسعيد، الترجمه البورسعيديه عملوا ايه؟ غيروا النص، زوروا النص، قال لك ودي الحياه الابديه يعني يعفوك انت لا وحدك ومعك يسوع. ومعاه يسوع، كيف نقول ومعك بعد وحدك؟ كيف نقول ومعك بعد وحدك؟ ازاي يعني وحدك؟ يا عم فين الكلام ده؟ انت بتقلق يا استاذ. يوحنا 17:3 وهذه الحياه الابديه ان يعرفك انت يا الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته ويسوع رسولك، يعني لا اله الا الله الاب ويسوع رسول الاب. ولذلك لو الترجمه اليسوعيه بتعمل المعرفه اثنين، المعرفه الاولى ان لا اليسوعيه والحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، أدي أول معرفة. والمعرفة ويعرفوا الذي أرسلته، الكلام واضح، الكلام واضح، لا إله إلا الله يسوع رسول الله. النقطة الثانية حضرتك، أنت الآن لو بتتكلم واحد غير مسيحي، أنت راجل مسيحي، واحد قد يكون مسلم يهودي علماني بوذي هندوسي ملحد، كيف تقنعه أن يعرف؟ طب أنا مسؤول حضرتك هويتك إيه وديانتك إيه؟ انا حضرتك ماشي هقول لحضرتك. اولا يا ريت يا استاذ ناصر اما كل واحد من الاحترام، يعني وانت راجل محترم، ما تاكل يعني انت بنتكلم في موضوع اساسا في حياه ابديه وحياه الكبريت في الحياه الابديه وانت قاعد بتاكل وانت بتكلمني. طيب وبعدين حضرتك اساسا عامل مجموعه في الواتساب بتشرح اسفار الكتاب اللي انت حضرتك يعني مش عارفين العدد بالظبط. anyway حضرتك انت معاك الشيخ وسام عبد الله. انا حضرتك ليا اتصالات على جميع الطوائف المسيحيه من 12 سنه، منهم بابا الكنيسه المصريه، بابا تضرس 3 مرات، من ضمنهم اتصالات على رئيس الطائفه بتاعتك اندريا زكي على الاقل 5 مرات. ولو تحب تسمع سماك اندريا زكي بيقول لي ايه، ما انتش اتصل بيا تاني. جميع الطوائف كلها على مستوى العالم ليا مناظرات باللغة الإنجليزية، ليا مناظرات باللغة العربية. من ضمن المناظرات باللغة العربية كانت مناظرة مع القمص عبد المسيح بسيط أو الخير أستاذ الدفاع اللاهوتي، وجه هنا وحضرتك نظرني بناء على رغبة مين؟ على رغبة البابا شنودة نفسه. ليه؟ عشان يوقف الاتصالات. تمام؟ دي سنة 2009. حضرتك كمان ليا مناظرات الإنجليزية، مناظرة مع الدكتور العلامة جان سي رينكن، هل الكتاب المقدس كلام الله؟ المناظرة دي أخذت أفضل مناظرة سنة 2008، مناظرة ما بين الشيخ وسام عبد الله والدكتور جان سي رينكن، المقدس كلام الله. عرفت أنت بتتكلم مع مين؟ أنت الآن أنا بسأل حضرتك، أنت لو في واحد دلوقتي غير مسيحي كيف تقنعه يعبد إنسان كان بياكل ويشرب ويتأول ويتبرز ومات، تقنعه ازاي؟ تقنعه ازاي؟ واحد غير مسيحي حبيبي أيوان. حبيبي شخص المسيح، اسمعني يا عبد الشيخ، اتفضل. شخص المسيح شخص انسان والله في ذات الوقت. فين الكلام ده في الانجيل؟ اين قال انا مسيح؟ في متاوس الاولى 3:16. لا ده 3:16؟ متأكد الكلام ده؟ وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. امال بتقول حضرتك قارئ في النقد النصي، كلمه الله غير موجوده في اقدم المخطوطات واصحها، مش عارف ادل الله غير موجوده وهو اصلا الذي ظهر في الكتاب. بالظبط، ادي اول شيء. اثنين، اسمعني بس اسمعني، هذا ليس كلام يسوع.
بولس نفسه بيقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. بولس بيقول انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. تقول لي المسيح عندما سأل رئيس يا عم ده كان بيتكلم بتوع الكلوس يا يا أستاذ الكريم عاوز أسمع كلام المسيح. أين قال المسيح أنا نسيته له فين؟ رئيس الكهنة عندما سأل يسوع عن عقيدته عن إيمانه إنجيل يوحنا 18 19 20 ما عقيدتك؟ الكلمة باللغة اليوناني دي داخل والكلمة تعني عقيدة أو معتقد أو تعليم. قال يسوع أنا كلمت العالم علنية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لما تكلم. أين قال علنية أنا الله الظاهر في جسد أنا نسود اليهود؟ يسوع يقول من طيب استناني بقى انت ساعات استناني استناني بقى جاوب اتفضل. ما تاكلنيش ما تاكلنيش في الكلام، انت دي لك نص ساعه تتكلم اسمعني بقى. انت سالت اين قال المسيح انا الله فاعبدوني؟ لا لا انا ما سالتش كده، لا ما سالتش كده، لا 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 يا استاذي ليس هذا السؤال. لا لا استنى لا لا بس مش ده السؤال، انت بتجاوب على سؤال انا ما طلبته. اين قال يسوع انا نسيت اليهود؟ اين قال انا نسيت اليهود؟ انا في بعض لا اسمعني ما ترد على السؤال. طب ما ترد على السؤال. لا اسمعني لا اجاوبك على سؤالك، انت ما ترميليش اسئله يا استاذ يا استاذ انت بتجاوب على سؤال انا ما سالتوش. انا ما كنتش هتسمعني اقفل السكه يا استاذ. اذا ما سمعتك اسمعني. طيب رد على السؤال اللي انا سالته. السؤال اين قال يسوع نسيت اليهود؟ اتفضل ده السؤال. اول حاجه هل المسيح قال انا الرافع بدوني؟ ايوه قال. انت مش سؤالي قال له يوحنا 8 25 انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. قال ايه؟ قال انا الازلي واجب الوجود. قالوا له اليهود قال لهم الحق حق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. طيب. يوحنا 8 58 طيب اولا انا كائن يعني ايجو اي ايجو ايمي. طيب. وما دام عارف اصل النصوص واطلع وبتبحث في العبري وفي اليونان حياته بقى لا طلع خروج لا لا انتظر انتظر لما ظهر الله لموسى يهوى ظهر لموسى وقال له مين انت؟ قال له انا ايجو ايمي. لما يسالوك ايه؟ قال لهم ايجو ايمي نفس الكلمه اللي كانت عن يسوع في العهد الجديد اللي قال عن نفسه هي نفس الكلمه اللي قالها يهوى لموسى في العهد القديم وببحث في دي على مهلك. قال لهم انه ليه ذات الكرامه. طيب ليه واحد فيه نفس كرامه الله؟ قال لهم ايه؟ لكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب يوحنا 5 23. قال لهم انه الابن الله الوحيد. يعني ايه ابن الله الوحيد؟ يا استاذ يا استاذ الكريم هذا ليس سؤالي، انت بتستنتج نصوص. اولا انت بتقول ان الكلمه باليوناني غلط، انت تقصد برنامج اي ام اي اللي هو البرنامج اللي بيتصل به التطبيق دوت ايجو ايمي او باللغه اليونانيه الحديثه ايجو ايمي. فهم ادي اول شيء الكلمه تعني انا هو، ترجمه كائن غلط. الكلمة تعني أنا هو، حتى الترجمة العربية الحديثة أنا هو، كلمة إيجو إيمي يعني أنا هو، ترجمة كائن غلط. هذا أول شيء. إذا كان إيجو إيمي يعني يسوع هو الله، اتفضل حضرتك أنت بتقول إيجو إيمي يعني يسوع هو الله. أنا عاوز حضرتك ترجع لإنجيل يوحنا الإصحاح رقم 9. يسوع فتح أعين أعمى، الأعمى قال إيه؟ فالجيران والذين كانوا يرون قبلا انه اعمى اليس هذا والذي كان يجلس وسط اعطاه؟ اخرون قال هذا هو، واخرون نشبه اما هو فقال انا هو ايجو ايمي. هل الشحات هو الله؟ يا استاذ الكريم قال المسيح انه القيامه والحياه، قال المسيح انه بيستجيب الدعاء ولا يستجيب الدعاء الا الله ده في يوحنا 14. قال المسيح ان تلاميذ بدونه مش هيقدر يعمل شيء وبدون ما يقدروش. قال المسيح ان هو بيعطي خلاص الروح القدس. خلاص المسيح ان كل مال الاب هو له. خلاص ريلاكس ريلاكس بس يا استاذ ريلاكس يا استاذ ريلاكس. من مجد الذي كان لي عنده خلاص قبل كون العالم. خلاص ريلاكس المسيح موجود كابن ازلي قبل كون العالم.
قال المسيح ان هو الديان، ولا ديان خلاص. الا الله خلاص. وحده لا اله الا الله، والمسيح هو الله خلاص. لانه هو الديان خلاص. خلاص يا ابني يا عمي ريلاكس، خلينا اتكلم خلاص بقى. والله انا بسمعك زي ما يكون جالك حاله صرع. انت جالك حاله صرع، اصبر. طيب خلينا كف. خلينا لان قال من ان يكون ابراهيم انا قبل داوود وقبل ابراهيم، مع انه لسه كان معانا لواء مباشره. ده جاله صرع، جاله صرع، مش عاوز يسمع. انا عاوز اقول شيء قبل ما نخلص الموضوع. استاذ الاساتذه الافاضل، السؤال لكل واحد مسيحي، إذا كان الأب ليس هو الابن، والذي يقول يسوع هو الأب، دي هرتقى، هرتقى سابيليوس وهرتقى موليم الأب. وإذا كان يسوع يقول في إنجيل يوحنا 17:3 إن الأب هو الله وحده، كيف نؤله يسوع؟ بس انتهى. أنا ما عنديش مشكلة، أنت جيب الكتاب المقدس كله، اقرأه كله، كل اللي هتقدر تثبته إن أنت مشرك. الأب ليس هو الابن، والذي يقول الأب هو الابن مهرتق، والاب هو الله وحده. اذا اي محاوله لاثبات لاهوت المسيح هي محاوله لاثبات الشرك. من يؤمن ان الابن اله مع الاب هو مش انتهى. طيب كان معانا لواء مباشره الان الاستاذ ناصر جورج اسعد، الاستاذ بروتستانتي، الاستاذ دارس اللاهوت، الاستاذ مدير مجموعه الواتساب لتعليم الكتاب المقدس. شفت حد جاله صرع؟ الو الو، سلام ونعمه، اهلا وسهلا. الاستاذ الفاضل رأفت حنا، ايوه الرب يباركك. انا معاك ابو مريم من امريكا يا استاذ رأفت. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. اولا الشرف لنا بيك حضرتك، يعني بتفسر الاحلام على واتساب وكده، فهل في امكانيه مثلا ان عندي حلم تفسره؟ طب ما تكتبولي على الواتساب. الموضوع مش هياخد مني دقيقة بس حضرتك لو تكرمت. انا عشان كنت بس. ها؟ نعم؟ عشان انت تفضل معايا. لا 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 ما تقلقش، انا مش مشكلة. انت تقصد على الفلوس يعني؟ ما مشكلة، ما مشكلة، ما مشكلة. انت منين اساسا؟ انا حضرتك منين؟ مش فاهم يعني ايه؟ انا بكلم من امريكا، عايش في امريكا حضرتك. جنسية حضرتك؟ جنسية امريكا. تمام، اهلا بيك. اهلا بيك. اللي حضرتك ممكن تسمح لي بس بثواني بس لو تكرمت ثواني بس ممكن؟ خليك معايا. شكرا. الو، معلش معذره يا استاذ رأفت، كان حصل لا الخط فصل من عندك. ما في مشكله، ما في مشكله. بقول لحضرتك ايه، انا يعني مره حلمت كده، وبعدين زي ما تقول رؤيه، يعني زي ما تقول رؤيه. الرؤية شفت فيها يعني أشياء غريبة شوية، يعني شفت العرش، وحوالين العرش كان في أسد وعجل، وواحد شكله شكل إنسان، واحد طائر. تمام. فحضرتك مش فاهم يعني دي، طيب يعني أفسر إيه؟ مش عارف. طب ده كان إمتى يعني؟ كان يوم إيه وكان فين إيه بالظبط؟ تقريبا يوم الاحد، تقريبا يوم الاحد. ديانتك ايه يا فندم؟ نعم يا فندم. ديانة حضرتك؟ انا ديانتي ايه؟ هتفرق في شيء يا استاذ حنا؟ انا بس يعني مجرد عرفت ان انت بتفسر احلام وراجل معروف، قلت يعني استفدت. بصوا عامه دي بص، انشفت العرش. نعم. وحواليه انشفت العرش. ايوه. كان ايه جنبه؟ كان في حضرتك حيوانات غريبة جدا يعني، بس الكلام يعني مش منطقي يعني بصراحة. اللي انا شفته يعني الحيوانات عقدتك ايه؟ ما انا عشان كده بسألك عقدتك. الحيوان في وشهم وقفاهم، وبعدين حيوان اسد، وحيوان عجل، وحيوان شبه الانسان، وحيوان طائر. يعني الكلام مش يعني مش منطقي يعني. انا بقول عقدتك انت بتؤمن بعقيدة ايه؟ انا بؤمن بايه؟ انا راجل مسلم. تمام تمام. متقضي يعني انت قريب من ربنا؟ يعني بحاول على قدر الامكان. ما بص، هو ده يعني ايه يعني؟ بص حاجه ربنا عايزك يعني، فاهم يعني؟ عايزك تبقى معاه. ايوه بس يعني هل الاله يعني سبحانه وتعالى كما يقول المسلمين يعني حواليه مجموعه حيوانات يعني
لازم اكسنس يعني. لا هي مش مجموعة حيوانات، هي بص هي بص هو البعد عنا، البعد عنه هو اللي وصل لك كده. طيب يعني انت الكلام يعني مش منطقي بس انت بتفسره. اصل بص الحيوانات في الحلم مع العرش بعد عن ربنا، بعد عن ربنا، بعد عن ربنا. الحيوانات في الحلم مع العرش بعد عن ربنا. ايه تاني يا استاذ حنان؟ ولو انت بتصلي وحواليك حيوانات برضه بعد عن ربنا. جميل يعني جدا. المهم ان اي حاجه فيها حيوانات واشكال مرعبه مخيفه مش مقبوله ماشي حاجات زي كده تبقى بعد عن ربنا. طيب ممتاز جدا جدا حضرتك. اللي انا قلته لك ده حضرتك رؤيا يوحنا، رؤيا يوحنا 4:5، ورأيت أمام العرش 7 مصابيح نار مرتقدة هي 7 أرواح الله، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيون من قدام من وراء. الحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه الإنسان، والحيوان الرابع شبه طائر. كيف نؤمن إن كلام الله، وأنت حضرتك تفضلت قلت الكلام ده مستحيل، حيوانات مرعبة، ده معناه إنه بعد عن الله، كيف يكون كلام الله وبعد عن الله؟ آخر بعد عن الله. اخر سفر انت حضرتك قلت لي كده الان دي اخر سفر في العهد الجديد. يا بقى فهمت، انا بقول لحضرتك انت حد ربنا بيقول لك تعالى انا عايزك، يعني محتاج يعني فهمني ده كلامي يا استاذ حنا. انت بعيد يا استاذ حنا، معنى هذا الكلام كاتب رؤيا حنا اللاهوتي المجهول هو بعيد عن الله، ومستحيل يقول الكلام ده اخده من الله، مستحيل يكون وحي. انت حضرتك فضلت قلت كده، قلت ده بعيد عن الله، انت اللي قلت كده، مش هنغير الكلام تاني. تمام اتفضل اتفضل. اذا كيف نؤمن ان هذا كلام الله وحضرتك فسرت الوقت وانت راجل متخصص قلت. طب انت حضرتك عايز مني ايه؟ انا حضرتك انا اللي انا عاوزه حضرتك تفضلت وقلت الان، كيف استاذ حنا نؤمن بهذا الكلام يا استاذ حنا؟ الاله سبحانه وتعالى حواليه اسد وعجل ومش يعني it doesn't make sense. وحضرتك بتقول الحيوانات المرعبه ديت اللي هي ده بيقول لك وشها عيون وقفاها عيون، بتقول لي ده بعد عن الله، يعني كاتب الرؤيه دي بعيد عن الله، كيف يكون وحي من الله وبعيد عن الله؟ الكلام غريب جدا. ورايت فاذا الجالس على العرش والحيوانات الاربعه وفي وسط الشيوخ خروف قائم كانه مذبوح له 7 قرون و7 اعين. ايه ده؟ دي الاله سبحانه وتعالى، وهي 7 ارواح الله المرسله الى كل الارض. وخرت الحيوانات 40 شيخا امام الخروف ولهم كل واحد قطارات ماسكين جمندات حضرتك او قطار. ونظرت وسمعت صوت ملائكه في السنين حول العرش والحيوانات شيخ قائلين مستحق والخروف المذبوح ان ياخذ القدره والغنى والحكمه والقوه والمجد والبركه. انا بقول دي نايت مير، يعني كابوس، مستحيل ده يكون كلام الله، حتى مستحيل حلم او رؤيه. وكل خليقه مما في السماء والارض تقل للجالس على العرش والخروف البركه والكرامه والمجد والسلطان لابد الابدين. وكانت الحيوانات الاربعه تقول امين. ايه الكلام ده؟ رؤيا 7:9 وبعد هذا نظرت وجه جمع كبير واقفون امام العرش وامام الخروف متسربلين بثياب بيضاء وفي ايديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف. ايه الكلام ده؟ ده كابوس. وجميع الملائكه كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الاربعه وخروا امام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين امين البركه والمجد والحكمه والقدره لالهنا الى ابد الابدين امين، لان الخروف الذي في وسط العرش يرام اقتدارهم. وبعدين هنرجع حضرتك بقى في الحلم ده او الكابوس ده ساينس فيكشن خيال علمي. اسمع حضرتك رؤيا 12:3 وظهرت ايه عظيمه في السماء امراه متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها، يعني فوق راسها الشمس وتحت رجليها ايه القمر، وعلى راسها اكليل من 12 كوكب ساينس فيكشن خيال علمي، وهي حبلى متمخضه ومتوجعه تصرخ لتالي. حضرتك حامل في شهرها الاخير والقمر الشمس فوق راسها والقمر تحت رجليها وتاج 12 كوكب. بعدين وظهرت ايه اخرى، نرجع بقى حضرتك ساينس فيكشن خيال علمي، ظهر تنين عظيم اخر. استاذ الكريم التنين ده حيوان خرافي، الكتاب المقدس بيتكلم على انه موجود، حيوان خرافي، خرافة صينية، شاينيز ليجند، اسطورة صينية.
هو ذات النين عظيم احمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان وذنبه يجر ثلث السماء فترعاها الى الارض والتنين واقف امام المرأة العديدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولد. خيال علمي. ثم اختطف ولدها الى الله والى العرش. ده بنسميه حضرتك ستار وورز. حرب الجن. وحدثت حرب في السماء ستار وورز. ميخائيل وملائكته حارب التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقل. فلم يوجد مكان بعد ذلك في السماء. فطرح التنين الحي القديم المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم. بالمناسبة الحية هي الشيطان غير مذكور فقط الا في رؤيا يوحنا. العهد القديم مفيش الحية الشيطان. والذي يضل العالم كله طرح الى الارض وطرحت مع ملائكته. الان رؤيا 12-12. نرجع بقى ساينس فيكشن خيال علمي تاني. ولما رأى التنين انه طرح الى الارض ابتعدت المرأة فاعطيت المرأة جناح النسر. قال لا. المرأة بقى لها جناح. الان انتقلنا من ساينس فيكشن الى فانتسي. أليس ان وندرلاندز. أليس في بلاد العجائب. فأعطيت المرأة جناح النسر العظيم لكي تطير الى البرية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنار لتجعلها تحمل بالنار. تحمل بالنار. يعني حضرتك تحمل بالنار. الولد هيبقى ايه؟ فلوكة؟ أناية؟ قارب؟ هيكون ايه الولد؟ تحمل من النار. فعانت المرأة الأرض المرأة فتحت الأرض فماء وابتلعت النار الذي ألقاه التنين من فمه. رجعنا تاني لصورة التنين. رؤية 17-14. وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. خروف إيه ورب الأرباب إيه وملك الملوك إيه بس؟ انتقلنا إلى جنينة الحيوانات حضرتك. رؤية 19-7. لنفرح ونتهلهل ونعطي المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته قد هيأت نفسها. ايه الكلام ده حضرتك؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده أستاذ حنة أستاذ رأفت حنة. ايه الكلام ده؟ وانت راجل مسيحي وانت بتقوم ان ده كلام الله. رؤية 19-7 لنفرح وتهلل ونعطي المجد لأن عرس الخروف قد جاهز. عرس الخروف جاهز ازاي؟ يعني حضرتك لا مؤاخذة العريس خروف العروسة هتكون ايه؟ معزة؟ لا مؤاخذة يعني هتعمل هشيل الفروه بتاعه تروح الكوافير ها وتعمل ميك اب هشيل الفروه هتعمل ايه بس حضرتك يعني؟ طوبى للمدعوون الى عشاء عرس الخروف. انا حضرتك انا مش فاهم. بالمناسبه حضرتك رؤيا يوحنا كانت السفر اللي هو دخل في قانونيه العهد الجديد في فتره بعيده جدا حتى في الكنيسه في سوريا دخل في القرن السادس لانه مرفوض. كان مرفوض لانه كلام لا يقبل اي عقل سليم يا استاذ رأفت حنة. ولا انت عند حضرتك رأي؟ كما يقول الكتاب المقدس من فمك ادينك العبد العبد الكاذب. انا ما بقولش انت كاذب. النص بيقول كده. انت حضرتك قلت تفضلت الحيوانات دي مرعبة ودي معناها ان انت بعيد عن الله. والحيوانات اللي فيها عيون وقفاها بتاع ده مرعبة ومعيدة. طب والكلام ده كلام الله ازاي يا استاذ رأفت حنة؟ ايه رأي حضرتك؟ استاذ رأفت حنة نصيحة من العبد الفقير لله. انا مع حضرتك الاستاذ وسام عبد الله. انا راجل متخصص في هذا المجال. باحث في المسيحية واليهودية. حضرتك ليه مناظرات باللغة العربية واللغة الانجليزية. ليه اتصالات من 12 سنة من سنة 2008 الى الان. من ضمن هذه الاتصالات اتصال على البابا تواضروس نفسه حضرتك يا استاذ رأفت. البابا تواضروس 3 مرات. المرة الاولى بسأله سؤال في علم النقد النصي. قال لي ايه مكالمة سليمة؟ اقفل اقفل التليفون. بابا الكنيسة. 2 المرة الثانية بيقول لي انا السكرتارية. وبعدين اقر واعترف قال لي انا ابونا بس مش هرد عليك. المكالمة الثالثة رد السكرتير بتاع احد الاساقفة مكان مسافر في امريكا وقال لي الرقم غلط. حضرتك اعمل بحث كده في الانترنت على الشيخ وسام عبد الله. ها ليه مناظره من ضمن المناظرات باللغه العربيه مع القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير استاذ الدفاع اللوطني. استاذ الكريم انا عاوز انصحك نصيحه لوجه الله. انت بتسمع الان مع احترامي ليك انت راجل مؤدب محترم. استاذ الكريم قبل ما تفسر للناس الاحلام لابد العقيده بتاعتك تكون سليمه. ولا انا غلطان؟ العقيده غير سليمه. انت بتعبد انسان. انسان كان يقول انجيل يوحنا 48 انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. بولس يقول لانه يوجد اله واحد
وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. بطرس بيقول أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل إنسان قد تبرهن لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنع الله بيديه في وسطكم كما أنتم تعلمون. بتعبد إنسان. أستاذي الكريم أنت بتكلم واحد مسلم، السؤال اللي حضرتك كده، كيف تقنعني وأنا مش مسيحي أن أنا أعبد إنسان مثلي كما قال يسوع إنسان، كما قال بطرس أن يسوع إنسان، كما قال بولس أن يسوع إنسان؟ كيف تقنعني بعبادة إنسان كان بيأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ومات؟ رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا. كيف تقنعني؟ كيف تقنعني بعبادة الإنسان؟ كيف تقنعني بعبادة إنسان مثلي؟ والكتاب المقدس ليس الله إنسان ولا ابن إنسان. الكتاب المقدس يقول الله ليس إنسان. الكتاب المقدس كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. والله يا أستاذ رأفت حني انا ناصح املك، يشهد الله سبحانه وتعالى، وكويس ان انت بتسمع، انا منصحك نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، انت لو مت في هذا الشرك خالد مخلد في النار. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء الا الشرك بالله. انت بتشرك مع الله شخص اسمه يسوع او المسيح، انت مشرك، انت مشرك. استاذ الكريم حسب العقيده المسيحيه يسوع ليس هو الآب، هل الكلام ده من فم المسيح؟ ايوه، انجيل يوحنا الاصحاح 5 العدد 31 ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو اخر. من الاخر؟ الاب. انجيل يوحنا 5:37 والاب بنفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتوا ما اتى. الاب ليس هو الاب. هل يسوع الروح القدس؟ لا. من اللي قال كده؟ يسوع. انجيل يوحنا 14:16 وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزي اخر. حسب ايمانك المعزي الاول يسوع، المعزي الاخر هو الروح القدس، تمام؟ طيب من هو الاله؟ هل اعلن يسوع من هو الله؟ اختار الاجابه الصحيحه، عندك 4 اجابات. الاجابه الاولى اعلن وقال ان الاب هو الله. الاجابه الثانيه اعلن وقال ان الابن هو الله. الاجابه الثالثه اعلن وقال ان الروح القدس هو الله واحد. الإجابة الرابعة أعلن وقال إن الثالث هو الله. ما هي الإجابة الصحيحة يا أستاذ رأفت حنا؟ العدد الإجابة الأولى، فين الكلام ده؟ إنجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك الآب أنت الإله الحق وحده. كيف نعبد إنسان يا أستاذ رأفت؟ والله أنا صادق معاك. يا أستاذ رأفت أنت عارف إيه اللي هيحصل لك يوم القيامة؟ ومن الكتاب المقدس. إنجيل متى 7:21-22-23 ليس من يقول لي يا ربي يا ربي يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي في السماوات. السؤال لحضرتك يا أستاذ الفاضل، من يقول يسوع يا رب؟ من؟ المسيحيين. من الذي يتنبأ باسم يسوع؟ المسيحيين. من الذي يخرج الشياطين باسم المسيح؟ المسيحيين. من الذي يصنع معجزات باسم المسيح؟ المسيحيين. المسيحيين يوم القيامة يقول لك ايه؟ حينئذ اصرح له اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني فعلا. هيتبرأ منكم المسيح عليه السلام، هيتبرأ منكم. تفضل حضرتك، عندك شيء تقوله يا استاذ رأفت؟ استاذ رأفت حنا، استاذ رأفت قبل ما اقفل معاك، فكر في الكلام اللي انا قلته لك، فكر فيه كويس يا استاذ رأفت، فكر فيه كويس. الاعمار بيات الله، انا ممكن اكلمك الان واموت وانا بكلمك. نعم، الشيء اللي احنا متاكدين منه وبنسميه اليقين هو الموت. انت مش ضامن عمرك كما يقول الكتاب المقدس، كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. راجع نفسك قبل ما ياتيك ملاك الموت وانت بتعبد انسان. نقطه تانية، يا ريت حضرتك اعمل بحث عن الشيخ اسامه عبد الله، اسمع الاتصالات على جميع الطوائف، اسمع المناظرات مع الجميع. اسال الله ان يهدينا ويهديك الى الحق. متشكرين يا استاذ رأفت حنا على حسن الاستماع. راجع نفسك قبل ما ياتيك المنيه الموت. على السلامه. كان معانا لواء مباشره الاستاذ الفلكي الاستاذ رأفت حنا بيفسر الاحلام على واتساب.
الفلكي الأستاذ رأفت حنا مسيحي أرثوذكسي. الو مساء الخير استاذ يوسف. سلام ونعم استاذ يوسف معايا. الو ايوه استاذ يوسف بس في خلفيه خلفيه بس لو سمحت لو في امكانيه بس الصوت مش صوت تلفزيون ولا صوت ايه لو تكرمت يعني. لا 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 عندي انا اتفضل. استاذ يوسف فرانسيس اهلا وسهلا بك لعلي سعادتك بخير. اهلا بحضرتك. انا اهلا ميشيل مين؟ حضرتك يوسف فرانسيس صح؟ يوسف فرانسيس. نعم مع حضرتك ابو مريم من امريكا استاذ يوسف. اهلا بيك. رب يباركك ويبارك تمام. استاذ يوسف لو تكرمت حضرتك يعني. اتفضل. يعني انا عندي استفسار بسيط. تحت امرك. ايه مرايك ظالم يا فندم. كيف تقنع انت راجل مسيحي وراجل معروف يعني. كيف تقنع شخص كيف تقنع شخص غير مسيحي بغض النظر عن الخلفية بتاعته. كيف تقنعه بعبادة إنسان كان بيأكل ويشرب ويتبول ويتبرز وفي الآخر مات؟ طيب احنا بنؤمن بالكتاب المقدس مش كده؟ لا حضرتك انت ما سمعتش كلام السؤال ولا ايه؟ انا بقول لك انا سمع سؤالك ازاي تقنع واحد غير مسيحي بعبادة المسيح اللي كان بيأكل ويشرب ويتبرز ده كله؟ بالظبط. انا سمعت سؤالك صح بس السؤال هنا هو انا هجاوبك بسؤال برضه. اتفضل. هل المسيح في كل الكتاب المقدس بس اتقال عنه ان هو كان بياكل وبيشرب ويدخل الحمام ويتطهر؟ اتحدث لك بكل اي واحده بس كل الكتاب المقدس. هولد اون مينت. انا بسالك واحد لا يؤمن بالكتاب المقدس من اساسه. انا ما ليا دخل بالكتاب المقدس من اساسه. ما ليا دخل مع حضرتك. حلو. اللي هو ما بيؤمنش بالكتاب المقدس جاب منين ان المسيح كان بياكل وبيشرب ويتغوط؟ المسيح. طب اتفضل حضرتك المسيح كان انسان ولا مش انسان؟ اتفضل. المسيح هو الله 100% وانسان 100%. طيب الكلام ده جبته منين حضرتك؟ اللي في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس. ممتاز استاذ يوسف لو تسمح لي حضرتك اولا بشكرك على ادبك وسعه صدرك. لو الوقت انت انتقلت للكتاب المقدس مع انه ليس حجه على غير المؤمن به ولكن مش مشكله. مش مشكله. لا ما ينفعش. مش مشكله. وانا لما اجي ادرس لحضرتك كيمياء هدرسه لك من كتاب الكيمياء المعتمد ولا مش مشكله من خلال خلفيتك الشخصيه؟ مش مثلا حضرتك مهندس ولا دكتور؟ لا كلام جميل جدا جدا. انت قلت كلمه الوقت في منتهى الجمال بتقول الكتاب المعتمد. اي كتاب معتمد حضرتك؟ 73 صفر 66 صفر 68 صفر 81 صفر 75 صفر ايهم المعتمد؟ شوف احنا ككنيسه الثلاث كنائس اللي في مصر بيؤمنوا ب 66 صفر. اما حكايه الاسفار الابوكريفه ديت ففي كناس كتير اعترضت عليها. فاحنا متفقين حتى دار الكتاب المقدس اللي في مصر ودي يعني دي محايده لا تنتمي لاي طائفه ما بتوزعش الا ال 66 صفر. طيب استاذ يوسف دار الكتاب المقدس في مصر وفي لبنان كمان. استاذ يوسف ارجع حضرتك لكتاب شبهات وهميه حول الكتاب المقدس للدكتور العلامه البروتستانتي الدكتور القس منيس عبد النور. تمام. صفحه 19. قال المعترض هناك كتب مشكوك في صحتها. يسمونها احيانا كتب ابوكريفا او ابوكريفا. هو هذا حسب البروتستانت. الراجل جاب من الاخر. الراجل بيقول ايه؟ بيقول هذه الكتب اليهود رفضوها لانها كتب غير الهاميه ورفضوها بمجمع كيميانا سنه 90 ميلاديه. وجايب حضرتك تسع اسباب. انت قلت بالظبط تسع اسباب. اولا لان لغتها ليست العبريه التي لغه انبياء بني اسرائيل. اثنين لم تظهر هذه الكتب الا بعد انقطاع زمن انقطاع الانبياء. ثلاثة لم يذكر فترة صمت الوحي. لم يذكر اي كتاب منها انه وحي. ده بالعكس ده جاب نص قاتل. ارجع لسفر المكابين الثاني الاصحاح 15 العدد 36 40 فاني كنت قد احسنت التاليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى وان كان قد لحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي. ثم كما ان شرب الخمر وحده او شرب الماء وحده مضر. شرب الماء وحده مضر دي حقيقه علميه. نكمل. وانما تطيب الخمر ممزوجه بالماء وتعقب لذه وطربا كذلك تنميق الكلام على هذا الاسلوب يطرب مسامع مطلعي التاليف. يقول لو كان المكابيون الثاني وحي من عند الله لما كان التقصير ربما لحق. اربعه
يقول الكتب دي غير كتب إلهامية. أربعة، في أسفار الأبوكريف أخطاء عقائدية جابها بالتفصيل. خمسة، أوكي ماشي. طب لحظة بس، لحظة لحظة لحظة، يعني حضرتك متفق معايا إن أسفار الأبوكريف دي مش محرمة من الله عشان كده مرفوضة؟ لا أنت ما قلتش كده حضرتك، أنت قلت مش مرفوضة. لا أنا قلت كده. لا أنت قلت عندنا ثلاث كنائس في مصر، كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس، بيؤمنوا بهذه الأسفار. الكلام ده غير صحيح. لا 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 لا، أبدع كلامي كويس معلش. قول أنا بقول الثلاث كنائس اللي في مصر اجتمعوا أيوة على إن الكتاب المقدس 66 سنة. طيب أليس ممتاز أليس السبع أصفار اللي موجودين في ترجمة الكاثوليكية أليس هذا تحريف بالزيادة؟ يبقى كده تمسك أي 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 كتاب مقدس فيه 73 سنة تقول ده كتاب مقدس محرم، لكن لو مسكت كتاب مقدس فيه 66 سنة تقول ده المقدس ممتاز اللي كل المسيحيين أو الثلاث كنائس اعتمدوه. ممتاز، يعني أنت حضرتك أقريت واعترفت إن الكاثوليك عندهم سبع اصفار محرفه زودوها، ده مش الكاثوليك بس. بالظبط، انت عندك الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه الاثيوبيه 81 صفر، الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75 صفر. الترجمه البسيطه لحظه بس لحظه بس لحظه، حضرتك مسكت اي كتاب يوناني ولقيته 85 صفر؟ اي كتاب يوناني حضرتك اتكلم عليه؟ كتاب يوناني اتفضل. اي كتاب يوناني؟ مش حضرتك بتقول المسيحيين في اليونان بيؤمنوا بكتاب 85 صفر؟ اسمعني حضرتك، انت سمعتني غلط. انا بقول لك الجريك ارثوذكس، الجريك ارثوذكس بيؤمنوا الارثوذكس اللي في اليونان احسنت، بيؤمنوا ان الكتاب المقدس 75 صفر، الاثيوبيين الارثوذكس 81 صفر. وايه الاصفار اللي بتزيد كمان على ابو كريفا؟ معلش ممكن توضح لي؟ في اصفار كتير جدا، اديك على سبيل المثال. شوف حضرتك، طب انا عندي واتساب على الرقم ده، اذا حابب تبعت لي اللينك بس للكتب ديت اكون شاكر ليك. يبقى انت كده زدتني علما ومعلومات. ما عندي مشكله، انا ممكن اتصل بيك واقولها لك بالتفصيل ما عندي مشكله. لكن الشاهد من هذا الكلام، انت حضرتك تفضلت وقلت الزياده عن 66 ده تحريف. السؤال لحضرتك بالظبط، السماء والارض تزول ولكن كلام لا يزول. ما هو شوف، انا عشان كده لما عملت حلقات وقلت ان الطائفه الارثوذكسيه مش مسيحيه، ما اعرفش حضرتك كده ولا لا، عليا حروب شرسه جدا، والارثوذكسيين اتقلبوا عليا من بعد ما كانوا بيدعموا الخدمه بتاعتي وبيعملوا مشاركات و و و و، ابتدى بعد كده ينقلبوا ضدي وعملوا عليا حروب شرسه، وما زلت بعاني منها لغايه دلوقتي. لا بالعكس، انا الوقت دي معلومه جديده بالنسبه لي. انا بروتستانتي وحضرتك قلت ان هم غير مسيحيين. انا مش بروتستانت، انا ما قلتش ان انا بروتستانت. انا متاسف، قول قبل ما تقول. بص حضرتك صح. اخوان مسلمين صح؟ لا انا ما قلتش، انا ما اخوان مسلمين. يبقى المفروض حضرتك اللي تعرف نفسك مش انا اللي اعرف نفسي. صح كده؟ تحب اعرف نفسي؟ مش قصدي حضرتك، ما تقولش حضرتك جبت منين ان انا قلت ان انا بروتستانت. لا لا انا ما قلتش انت كذا مره. طيب قلت لهم انا مش بروتستانت، انا بروتستانت ولكني لست بروتستانت. انت يعني يا استاذ يوسف، انا ما عندي اعتراض، انا بسالك من باب العلم، انا مش عارف. لا لا لا، انا مسيحي وبس. ممتاز ممتاز. طيب اتفضل، حضرتك قلت الارثوذكس غير مسيحيين ليه؟ اتفضل نسمع منك استفاد. اول حاجه، هم بيؤمنوا بالكتاب المقدس ايمان شفاهي، لكن بيؤمنوا بالطقوس والعقائد اللي هي ضد تعليم الكتاب المقدس، من ضمنها تشفع القديسين بدون شفاعة الله وحدها، صاروا التمثيل، الحنوط، التبرج بالأجساد الناس الميتة اللي بيسموها أجساد القديسين يعني، وهي مش أجساد قديسين ولا حاجة، لأن كل المؤمنين قديسين. زائد بقى بيؤمنوا بزهورات المطوبة مريم، تمجيد المطوبة مريم وتمجيد البشر دون تمجيد الله وحده. المفروض إحنا بنمجد الله وحده، لا هما بيبددوا بقى البشر كلهم، سواء البابا كيرلس او المطوبه مريم او كلام جميل، ملك ميخائيل وحاجات غريبه يعني. تسمح لي بس اقطعك دقيقه واحده، نفس الكلام حضرتك تفضلت وقلت هو نفس كلام الدكتور اسمه ايه؟ نسيت اسمه، الدكتور الصيدله ده، حد لو تقدر. حنين عبد المسيح. نفس حرفيا، اتفضل كمل. بالظبط. ما هو احنا لينا نفس التوجه، ان احنا كتابيين. بالظبط. اي حاجه تخالف الكتاب المقدس تبقى مرفوضه. طيب اسمح لي بس، النقطة دي مهمة جدا لحضرتك. بعكس ما عمل المسلمين، ان السنة تخالف القرآن فأقروا بالسنة وتركوا القرآن. لا كلامك غير صحيح، كلامك غير. لا يا استاذ محمد حسان قال يا عمي انا مالي يا دخوة محمد حسان. استاذ الكريم، استاذ الكريم، الموضوعنا مش في الاسلام الان، بس انت قلت معلومة خاطئة. اذا كان حديث هناك حديث يخالف القرآن الكريم، حط بدورة الماء وشد عليه السفور، مش موضوعنا الكلام ده. الكلام اللي بتقوله غير صحيح.
غير احترامي لك يا ابو مريم. انا بقول لحضرتك نرجع للموضوع تاني. انت حضرتك الان سؤال بس لحظه حضرتك على راسي مش كده؟ على ايه؟ حضرتك على راسي من فوق. انت دخلت في موضوع تاني مش موضوع اللي انا بناقشه. بس لحظه بس اتفضل عشان ما كلها دي كلام قصد بعض. انا ولا الشيخ محمد حسان يا عمي انا ماليش كله يخطئ ويصيب الا الرسول عندنا ماليش دعم محمد حسان. انا مالي دخل محمد حسان؟ هو انت فاكرك عندنا زي المسيحيين اللي البابا والراهب ودخل لي نرجع حضرتك. انت حضرتك بتقول الموضوع يكون كتابي. انت بتؤمن بالناسوت واللاهوت. يسوع عندما سأل رئيس الكهنة عن ايمانه قال انا كلمت العالم على نية انا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع وفي الخفاء لما اين قال ناسوت واللاهوت؟ ممكن سؤالين؟ حضر تحت امرك. حضرتك مسلم مش كده؟ يا استاذ الكريم ماله دخل في الكتاب كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما عليكم الرجاء. انت غلط خدت الايه غلط خالص. لا ما قلتش الايه غلط. كونوا مستعدين لا كونوا مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم. طيب سبب الرجاء الذي فيكم ممتاز. حضرتك بتقرا من ترجمه فان دايك انا بقرا الترجمه اليسوعيه. انا عندي 9 ترجمات ماليش دعوه بيها. لا ماليش دعوه بيها. ممتاز ما تفرقش. فانت كن مستعد. انت ما تحولش الموضوع ما تفرقش يا استاذ مريم. انت بتحول الموضوع ليه؟ انت راجل بتناظر في المسيحيه بتحول الموضوع ليه؟ انت بتحول الموضوع ليه؟ ابو مريم انت عاجز ليه؟ انت بتحول الموضوع ليه؟ انا مش هحول الموضوع. انت بتقول انت راجل كتاب. انت بتقول اسمع انت بتقول انت راجل كتاب. اين قال يسوع ناسوت واللاهوت؟ اتفضل مريم ممكن بس تسمعني يا استاذ فين اين قال ناسوت واللاهوت؟ اتفضل انا بسمعك. اتفضل انا عندي يا استاذ الكريم انا بسالك انت راجل بتناظر في المسيحيه وعلامه وتسمع معلومات عندي ولا شيء. يا استاذ الكريم يا استاذ انا مش هحول الموضوع. رد على الموضوع. انت بتقول انا هسالك سؤال مش هجاوبك. لا مش هقول عليه سؤال تاني. لا انت لا انت رد على انا مش هحول الموضوع. انا مش هحول الموضوع. رد على سؤال. واذا قلت لك ان انا مش هسالك ولا سؤال اسلامي رد على سؤال. انت بتقول انت راجل كتابي اين قال يسوع؟ مع السلامه. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر كبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء